مساء الخير، ازيكم؟ يا رب تكونوا كويسين. للأسف في خبر عندي مش كويس، ان الحساب حساب الفيسبوك وحساب الانستجرام بتوعي اتسرقوا. حساب الفيسبوك كان باسم محمد فهيم عربي وانجليزي، والفان بيج طبعا، وحساب الانستجرام كان باسم فهيموز FAHIMOOZ، ده كان اليوزر نيم، والحساب كان محمد فهيم. اتسرقوا لان انا كنت بعمل فيريفاي، جالي ايميلات على الجيميل ان هم انستجرام بيطلبوا مني اوثق الحساب، فقلت تمام كويس التواصل مباشر من غير ما يبقى في وسيط يعني او حاجه. وطلبوا مني صوره الباسبور وصوره البطاقه الشخصيه والباسورد وكل حاجة، وديتهم كل حاجة طبعا. ودخلوا على الحسابات وسرقوا الحسابات، غيروا كل الحاجات يعني غيروا اليوزر نيم، غيروا الباسورد، وغيروا الايميل. وبس، وده اللي حصل. أنا الحمد لله رجعت الجيميل واليوتيوب، رجعوا الحمد لله، بس الفيسبوك والانستجرام ما رجعوش. هعمل بلاغ لمباحث الإنترنت، بلاغ طبعا، و بس ربنا سهل. التواصل الوحيد بالنسبة لي عن طريق الإيميل، الإيميل بتاعي، أو عن طريق اليوتيوب تعليقات، أو التواصل على البوست يوتيوب. النهارده اليوتيوب بقى فيه كل حاجه يعني، وبقى فيه ستوريز وحاجات من دي، فالتواصل الوحيد هيكون على اليوتيوب بتاعي محمد فهيم، او عن طريق المراسلات بالايميل زي زمان بقى. بس المهم خدوا بالكم، انا هوريكم اسم الانستجرام اللي كان بيجي لي منه الرسائل، علشان تعرفوا لو جالكم ايميل زي ده بالاسم ده تعرفوا ان ده فيك اكاونت انستجرام. اوكي، يعني مثلا هنا اهو، ده الفيك اكاونت انستجرام اللي كان بيبعت لي الايميلات وطلب مني صورة الحاجات. اهو اسمه انستجرام فيريفايد، وحاطط صورة الانستجرام وبتاع، و الايميل بتاعه بقى ده اللي انا ما كنتش واخد بالي منه، اسمه فيسبوك فيريفايد ات جيميل دوت كوم. الانستجرام الحقيقي بقى لما قال ان انت مش عارف، مش هينفع تخش وكده، بص مش حاطط صورة انستجرام، security at email instagram.com، يعني بيبعت لك من instagram.com. فخدوا بالكم عشان ما يجيلكوش حاجة زي الاكونت الفيك ده اللي هو facebook verified at gmail.com. ده اللي حصل. عموما هستنى نتواصل بقى مع بعضينا كده على اليوتيوب. كل يوم احاول اقول لكم الاخبار زي ما كنت بعمل على الانستجرام والفيسبوك. التواصل الوحيد ما بيني وما بينكم هيبقى من خلال اليوتيوب شانل بتاعتي، هي محمد فهيم يوتيوب، وبس ربنا يسهل بقى ان شاء الله. احاول اتابعكم طول الوقت زي ما كنت ببقى معاكم على الفيسبوك بلايفات والانستجرام وكده، احاول اكون بعمل ده من خلال اليوتيوب ان شاء الله باذن الله، لحد ما احاول ارجع الحساب. يا رب يرجع، لو رجع ان شاء الله يعني ان شاء الله. يلا اشوفكم على خير، باي باي.